Yes, that was the line from the video of my presentation. I'll tell you what the question is. Later, we start to get around. No name scientists, any name scientists there. طيب يا زلمه طيب الجزء الباقي من الكورس اللي هي المحاضره هنقسمها جزئين اللي هي الفلتر امبلمنتيشن يعني احنا دلوقتي نعرف نعمل ديزاين للفلتر سواء كان لو باس او هاي باس او باد باس او باد ستوب نبتدي بنقطه فلتر وبنطيب وبعد كده بنعمل له ترانسفورميشن عشان نوصله للايه؟ للريسبونس اللي احنا عايزينها. حاليا هنتكلم على طريقه واحده بس اللي هي الانسيرشن لوس ميثود اللي هي طريقه بالانجينير الريسيرش النص على شكل فانكشن تمام بايونيا بقى بيتشاف بيتشاف الكتريكال اي تمام هنكمل برضه على ان احنا عملنا الديزاين او الريلايزيشن وبعد كده عايزين نعمل لازم نختار هنكلمت الدايره لو احنا بنتكلم مثلا على روتا سكيبر فاحنا عندنا حاجه زي كده الاسبورس وبعد كده عندنا ايه؟ الستيجز بتاعت اللوبا سكيبر. تمام؟ فاحنا عايزين نعرف هنعمل الال والسي دول ازاي؟ نعملهم ازاي بقى؟ ها؟ لو احنا شغالين لو فريكونسي ننزل نشتري شويه الراكتورز والكاسكورز والتايم اللي احنا عايزينهم ونحطهم. صح كده؟ لو الفريكونسي في المايك ويف رينج It's more convenient ان انا اعمل الكلام كله ايه؟ بتكنولوجي سهله زي مثلا الايه؟ المايكروسكوب، فاحنا عايزين نشيل دول ونحط مكانهم ايه؟ نحط مكانهم شويه ستارز، دي احد اقتراحات، تمام؟ فاول اقتراح هنشتغل عليه اللي هي عايز اعمل ستارز بس لو احنا عملنا دول ستارز بطريقه مباشره، انا قلت مثلا هشيل الانتراكتور ده واحط مكانه شورت سيركت ستارز واشيل الكباستور ده واحط مكانه اوبن سيركت ستار بما ان الاندكتور كان سيريز بس الستار ده هيبقى سيريز وما ان الكباستور ده كان شنط فالستار ده هيبقى ايه؟ شنط تمام؟ ممكن اخلي ده برضه شورت سيركت واخلي ده شورت سيركت او اخلي ده اوبن واخلي ده اوبن صح بس لازم يحصل ايه؟ ده بتكلم لسه ما كلمناش على التكنولوجي انا بتكلم على ان انا هيمبلمنت بدل ما اشتغل لحظه الالمس اشتغل في الفيش مايك وبوكس. لو شايفين مايك سليب اه دي مش اللي بتتكلم عليه تمام؟ لان انا بتكلم ان الاندكتور ممكن اعمله شورت او اوبن والكباستور برضه ممكن اعمله بايه؟ طب ليه بنختار ان ده يبقى شورت؟ لان كده لان الشورت سيرك ترانزميشن لاين بيبقى في الاول اندكتور ولما المفروض يكبر بيبقى كباستور بيعدي على اوبن سيرك في النص. الاوبن سيرك بيبتدي كباستور وبعدين ايه اللي بقى الدكتور في النص بيعدي على الشورت سيركت صح كده؟ فلو انا عايز مينيمايز الاطوال مينيمايز الاطوال دي مهمه بالنسبه لايه؟ للمساحه بتاعت الدايركت مش عايز الستابز اللي تقع تبقى ايه كبيره قوي. فانا لما استطعت ان اشتغل الدكتور شورت سيركت الكباستور اشتغل ايه؟ او تمام؟ طبعا لو الدايره دي كانت هاي باس هبقى هنا الاوبن سيركت كان هنا والشورت سيركت كان ولو كان باد باس او باد ستوب اشتغل بالاستراكشر ده كايزوليتور ها عند حوالين الشورت او حوالين اوف ذا بوك تمام ال قبل ما نشوف هنشتغل مايكرو سليب ولا هنشتغل ايه المنظر ده كده فيه مشكله صح؟ ايه المشكله؟ موجوده في مشكله بس صحيح طبعا بالظبط بس بيقول ان احنا لو شغالين مايكرو سليب الشورت ده مش هيبقى حاجه ايه؟ كويس ليه مش هتبقى كويسه؟ لا ايه اللي هنعملها في الفيديو؟ الشورت سيرك هو في مشكله ان هو سيريز دي اول حاجه تمام دي مستحيل هايك سيريز مستحيل نعمل حاجه سيريز تمام لكن في مشكله ثانيه ان هو شورت هنحتاج نعمل ايه؟ نعمل بريك ونحط بريك تمام فده عنده مشكلتين في مشكله ثانيه الالمنتس دي في الدايره كانوا المفروض كلهم موجودين فين في الفراغ؟ ها؟ في نقطة كانوا كونسنتريت كلهم في نقطة يعني أنا مفترض إن مفيش مسافة ما بين الإندكتور وما بين الكباستور ولا مسافة ما بين الكباستور وما بين الإندكتور كل دول موجودين في نفس بنفس الإيه؟ في نفس نقطة الفراغ أيديا تمام؟ لو أنا جيت أعمل دول
هل دول كلهم متركبين فوق بعض؟ لازم تقريبا بينهم شويه ايه؟ سيبريشن. فالناس قالوا خلاص يبقى اول امبلمنتيشن هنشتغل عليه ان احنا هنعمل ستوبس بس لازم يبقى بينهم شويه ايه؟ سيبريشن. واحنا بنعمل القصه دي ان احنا هنحل بينهم سيبريشن عايزين نبص على المشاكل اللي محمد مصطفى قالها. لا محمد مصطفى طيب فاحنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن نعمله عشان نعمل الانفيتيشن ده بطريقه براكتيكال. يعني انا عايز اشتغل بالستابس للناس اللي بيتناقشوا، فانا هشتغل مايكرو سبليت كنوع شورت او اوبن، السيريز عايز نخلص منه، انا شغال مايكرو سبليت وفي نفس الوقت عايز ابني لنفسي فيزيكالي اطوال ما بينهم بس ان انا اصنع ده وبعدين في مسافه وبعدين اعرف اصنع تاني، انا مش هينفع اصنعهم فوق بعض. تمام؟ فاللي اشتغلوا في القصه دي اثنين، واحد اسمه ريتشارد وواحد اسمه ايه؟ كورولا. تمام؟ فريتشارد بقى ايه؟ قال الاول انا هعمل الخطوه السهله. ريتشارد عمل الخطوه وساب لنا الثلاث مشاكل اللي محمد مصطفى قال عليها. تمام؟ ريتشارد قال انا هقول اختراق ازاي احول اندكتور لستار وكباستور برضه لايه؟ لستار. ساب لنا الثلاث مشاكل اللي اتكلمنا عليها. تمام؟ ريتشارد قال احنا عايزين نعمل حاجه للبيزنس بتاعتنا جي اوميجا ال، او عايز اعمل حاجه للبيزنس بتاعتنا جي اوميجا سي. تمام؟ ايه جي اوميجا ال ده؟ ايه ده؟ والبيزنس بتاعته جي اوميجا سي ده هو مين؟ دي كاباستور. قال انا عارف ان اللي بيعمل جي حاجه بالذات هو ايوه ما ينفعش في المايكرو سبليت نعمل سي ستار. لان لما بعمل اي حاجه فوق بتتعمل في النهايه بتاعته، وانا كلام الترم اللي فات، فبيبقى كانك عندك حاجه طالعه يعني طالعه فجاه، عشان تعمل حاجه سيريز معناها انك بتغير في احد معالم الترانزميشن لاين ليفنج الثاني ايه؟ انتاج. يعني بتفتح في معدن واحد والمعدن الثاني ما بيتقربوش. بسبب ان المايكرو سبريت عباره عن معدن والارض، والارض دي بتجيب مرايه اللي فوق تحت على طول. فاي حاجه بتعملها في المعدن اللي فوق هتتكرر فين؟ في المرايه. يبقى دي مش حاجه سيريز. ايه لو كانت اكثر من بيزنس سيريز يعني صعبه جدا. ايه اللي جاب ايه في الموضوع؟ ايه اللي جاب ايه في الاسم ده؟ لا انت لما بتتكلم على لامب دايركتس ان جنرال انت بتبقى مفترض ان المسافات اللي ما بينهم دي سته مالهاش طول. تمام؟ او طولها مهمل بالنسبه لينا. انت علشان تعمل البتاع ده عند الهاي فريكونسي ازاي هتعملهم جنب بعض قوي لدرجه ان الاطوال اللي ما بينهم مفيش ما بينها مسافات. جيب ان هو كل واحد فيهم يقول لك انا سهل الصح. طيب ما احنا قلنا ايه اللي بيعمل جي حاجه في البوزيتيف بالترانزميشن لاين ايه؟ الشورت سيركت. وايه اللي بيعمل جي حاجه بالبوست كادمنتس الترانزميشن لاين ايه؟ الاوبن سيركت. فكله ده قال خلاص انا هعمل حاجه كويسه جدا، انا دلوقتي عايز جي اوميجا ال اعمل لها ريلايزيشن من جي زد نون تان بيتا ال. اولا هل ينفع الحل ده بيساوي ده لكل فريكونسيز؟ يعني ما ينفعش حل الشورت سيركت ستارت دايما بيديني ايه؟ نفس القيمه بتاعت سبيسيفيك اندكتور. ليه؟ لان ده ليه فانكشن وده تنجنشال فانكشن، ده تنجن ده بيفاري مع الفريكونسي، الفريكونسي مستخبيه جوه مين؟ جوه بيتا، ده بيفاري مع تاني الفريكونسي وده بيفاري مع الفريكونسي على طول، ليه ديبندنس على الفريكونسي، فما ينفعش ده يساوي ده على طول. تمام؟ فانا لازم اختار فريكونسي معينه هي اللي هحقق عندها ان ده بيدي نفس الايه؟ نفس الاندكتور ايفكت. تمام؟ وبعد كده هيحصل ديليشن. تمام؟ فلازم اختار ايه الفريكونسي دي. تمام؟ ومن ناحيه ثانيه انا دلوقتي بقى عندي اثنين ديزاين برامترز. تمام؟ لو انا هحقق الكلام ده اد سيرت اوميجا هنسميها اوميجا سي، اي حاجه اوميجا 1 اوميجا نو اي اوميجا هو ريتشارد سماها اوميجا سي. تمام؟ لان احنا بنتكلم على كارت فريكونسي بتاعت اللوكس سنتر بروتوتايب، هو قال هفترض ان الاثنين دول يبقوا زي بعض عند الكارت فريكونسي بتاعت اللوكس سنتر بروتوتايب. تمام؟ يبقى انا كده خلاص اخترنا البيت ده اوميجا سي وده ايه؟ بيتا عن النقطه اللي اسمها ايه؟
اوميجا سي. طيب عندي كام ديجري اوف فريدم هنا؟ زد نود وال. انا هحتاج اختار دول بحيث ان لما اعمل العمليه دي تطلع لي جي اوميجا سي ال. عندي 2 ديجري اوف فريدم كاركترستيك امبيدنس وطول الايه؟ وطول الاستاب. محتاج اختار فاتش لاب الناحيه دي تساوي ايه؟ تساوي الناحيه دي. طيب هو علشان يبقى عامل حاجه سيستماتيك ما يقعدش كل واحد يفكر، انا هعمل اختيار اضطرب بين الزد نور بتساوي اوميجا سي ال. لو انا اضطرب ما بين الايه؟ السكوير الاحمر. لو انا خدت زد نور باوميجا سي ال، يعني انا هختار الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين بتساوي قيمه الاندكتنس اللي انا عايز اجيبها مضروبه بقيمه الفريكونسي اللي انا عايز الناحيه دي تساوي فيها الناحيه دي. يبقى كده لازم التان تبقى بكام؟ واحد. ايه اللي يخلي التان واحد؟ الارجيومنت بتاعها هيبقى كام؟ كام؟ باي على 4 مش كده؟ يبقى انا عايز الحته دي تبقى باي على 4، عشان دي تبقى باي على 4 لازم الطول يبقى كام؟ ايوه كام يعني؟ لاندا على 8. لاندا عند الفريكونسي اللي اسمها اوميجا سي على 8. تمام؟ لما يكون الطول لاندا على 8 تبقى بيتا بالطول باي على 4. تمام؟ خلاص يبقى دي التحويله بتاعتك سماها باسم. ها؟ تحويل الريتشر هو ان انت عشان تحاول تجيب اي اندكتور هتحسب الترانزميشن لاين في نهايه شورت سيركت او شورت سيركت ستار طوله لاندا على 8 عند الفريكونسي اللي انت عايز ده يعمل نفس الاوبريشن بتاعتك. لو عملنا الاختيار ده هيطلع ان الامبيدنس بدل بس الامبيدنس عشان الامبيدنس كان هي كومبلكس او ماجنري هشتغل بالايه؟ برياكتنس للاندكتور وستذكر سنين للكباسيتور. فانا خلاص لو انا بجيب اسم اكس بتاعت الاندكتور اللي هي اوميجا سي ال وبتاعت شورت سيركت ستاب اللي هي زد نود تان مش عارف ايه بالاختيارات دي ان ايه بقى؟ ان زد نود اوميجا سي ال والطول كام؟ لاندا على 8. هيطلع الديبندنس بتاع اكس اللي هي اوميجا سي ال دي خط مستقيم انا راسم هنا فيرسس ايه؟ اوميجا على اوميجا سي عشان يبقى حاجات نورماليزد كلها. تمام؟ يبقى ده خط مستقيم اهو. ده الرياكتنس بتاعت اي ضغط. صح كده؟ الرياكتنس بتاعت الشورت سيركت ترانزميشن لاين اللي زد نوت بتاعته اوميجا سي ال وعند الكات اوف فريكونسي الكام بتاعته واحد هيطلع بيقابل الخط الاحمر ده عند النقطه دي. منطقي ولا مش منطقي؟ صح؟ هما الاثنين عند الزيرو بزيرو. اوكي؟ لو انا عندي ترانزميشن لاين في نهايه شورت سيركت 2 صفر يعني مفيش ترانزميشن لاين يبقى انا شايف شورت سيركت على طول. صح؟ يبقى الاثنين بيقابلوا بعض هنا دي نقطه مالهاش اهميه قوي يعني بيسووا بعض فيها. تمام؟ وبيقابلوا بعض تاني فين؟ عند النقطه دي. اي اختيار تاني غير اختيار ريتشر هيعمل ايه؟ في الترم ده. يعني هيخليه قبل عند نقطة أبعد شوية، يعني هيخليه قبل عند نقطة إيه؟ أقرب شوية، فده الاختيار بتاع ريتشارد، أنا هختار إن الاتنين دول يقابلوا بعض عند أوميجا بتساوي سام فريكونسي أو إمبورتنس بالنسبة لها سام كورنر فريكونسي اللي هي بنسميها إيه؟ أوميجا سي. تمام؟ الفارق بقى في الفرق التاني غير إن الديبندنس هنا تانجنشال والديبندنس هنا لينير، إن الديبندنس التانجنشال مش بس هو خط مستقيم، لا ده كمان إيه؟ بيريودك. تمام؟ بريودك. أنا بقول أنا حل الطول ده بيساوي لاندا على 8 وبالتالي عند أوميجا سي الحتة دي هتبقى باي على كام؟ على 4. إيه؟ تان كام؟ هو نفسه تان باي على 4. كام؟ نجمع نجمع إيه؟ يبقى 5 كمان صح؟ تان 5 باي على 4 لأن الساين والكوساين الاثنين هيبقوا شايلين فالتان ترجع تبقى إيه؟ نفس القيمة. صح كده؟ فدان 5 باي على 4 هي نفسها كام؟ باي على 4. تمام؟ يبقى انا هلاقي ان الكيرف ده بيتكرر تاني هنا. صح؟ يعني لو دي كانت الزيرو دي هتبقى 4 لان تان باي دي كانت تان زيرو صح؟ تان باي برضه كام؟ بزيرو. هنا دي كانت تان باي على 4 ودي تان 5 باي على 4 هي بتدي نفس القيمه. تمام؟ يبقى لو افترضنا يعني ان انا كان عندي الكوبي بتاع الخط الاحمر ده اللي هو الريأكتنس بتاع الاندكتور لو افترضنا ان احنا هنشفتها كده هيقابلوا برضه ايه كمان؟ طبعا الاندكتور مش بيوقف. الاندكتور بيكمل ايه دي؟ بس في مشكله ثانيه عندنا كمان ان المستاذ ده بيبقى اندكتور وبعد شويه هيقلب يبقى
كباسيتي. يبقى احنا دلوقتي بقى عندنا شويه مشاكل، لكن اللي احنا عارفينه ان ودين الرينج ده طول ما الاستاذ ده اندكتيف يعني هو ايه؟ فطار. يعني يعرف يعمل نفس الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الاندكتيف بتاعنا، وسبيسيفيكلي هو قريب قوي منه فين؟ في المنطقه دي. بعد كده بيبقى الرياكتنس بتاعته اعلى، وقبل كده الرياكتنس بتاعته ايه؟ اقل. تمام؟ حد زعلان؟ محتاجين ايه؟ كباستور؟ ها؟ كباستور نفس القصه، بس بدل ما انا شغال بالرياكتنس انا شغال بالايه؟ بالصفات. ها؟ وبالتالي ده هيبقى اوميجا سي سي، وده هيبقى ايه؟ تان برضه بيتا ال بنفس الاختيارات، بس بدل ما انا شغال ان زد نوت هي اوميجا سي ال، اشتغل ان الكاركترستيك ادمتنس هي اللي دي اوميجا سي سي. تمام؟ دكتور هو ده مش هيأثر مع فلتر؟ هتشوف هيأثر، اه هيأثر طبعا. عايزين نشوف ايه اللي هيحصل. تمام؟ يب ايوه. عند وان فريكونسي. وبالتالي البرفورمانس هو ستيل اندكتيف وده ستيل كاباسيتي بس مش بنفس القيمه. هل ده مهم ولا لا؟ مش عارفين، هنشوف. تمام؟ هو من الاصل مين اللي قال ان احسن حاجه باينوميال ديستريبيوشن؟ ولا مين قال ان الاحسن حاجه مش بتشد؟ هو ده هيديلك حاجه انت هتعمل ديزاين بيز على اختيارات القيم دي على انها لينير بالانس. تمام؟ اوميجا ال لينير ان ذا سنس اوف ان هي بتبقى لينير تو الفريكونسي. قصدي هي اللي بسات صح ان هي بتجيب ملاحظات للفريكونسي يعني. لكن في النهايه البرفورمانس الماكسيم للفلات او الايكوال ريتم او ده كان معتمد على اختيار شويه قيم بطريقه معينه. مين قال ان لو القيم دي اتغيرت مع تغيير الفريكونسي وده نفس البيان ان احسن حاجه تفضل بالطريقه دي او بالطريقه دي؟ فهنشوف يمكن يدينا حاجه كويسه مش هتخسر يعني. تمام؟ زي ما احنا بنتكلم في مسائل الديزاين ما بنتكلمش في مسائل ايه؟ واحد زي واحد يساوي اثنين، عايزين نحقق ريكوايرمنتس، يا ينفع يا اما ندور على طريق ديزاين ثاني. تمام؟ وبالتالي ملخص الكلام بتاع ريتشارد ان هو هيشتغل بكومنشرت، كلمه دي بتنطق كومنشرت بالانجلش او كومنشرت. ها؟ ساعات الاس يو بي بوش، ساعات بوس. تمام؟ كده قصدي. كومنشرت ترانزميشن لاين سيكشن، زي ايه كومنشرت؟ يعني كلهم لهم نفس الاطوار. اي ترانزميشن لاين هشتغل بيه كستار هيبقى فوق كام؟ نقطع على 8 عند الكورنر فيكت. تمام؟ والتاني تحويلات ريتشارد ده ملخص. عايز تعمل اندكتور عنده جي اكس ال هتشيل الكورنر مكان الترانزميشن لاين في الهايبر شورت سيركت. الكاركترستيك امبيدنس بتاعته اوميجا سي ال وطوله كام؟ نقطع على 8 عند الفيكونسي اوف تشويس اللي هي بتبقى اوميجا سي. تمام؟ ونفس الكلام بالنسبه للايه؟ للكاباستور بنعمل نفس الكلام بس الاوبن سيركت ترانزميشن لاين. بالنسبه للبلان باس فلتر او بلان سوبر فلتر. احنا بتقول يا كده. تمام؟ في مشكله في التحويلات دي؟ طيب التحويلات بتاع الريتشن او ملخص الكلام ان هو بيترانسفور لامب الالف سيركتس انتو 188 ويف لانك كومنشر. كومنشر يعني ايكوال لانك ترانسميشن لاين سيركتس عندها فاليبل ايه؟ كاركترستيك ديبيلز. هل ده التحويله الوحيده؟ ممكن انا اعمل سكانس ترانسفورميشنز فيها زد نوت ب 50 اوم دايما واكون بغير في مين؟ في الاطوار. تمام؟ مع برضه الاطلاع على ان ده زي ده عنده اوميجا بتساوي اوميجا سي، فهو ده هيبقى نون كونفنشنال ديزاين. تمام؟ وذ ايكوال كاركترستيك امبيدنس. تمام؟ مين احسن؟ هنشوف يعني ده بيعمل ايه لو حد عايز يجرب حاجه ثانيه ويعملها باسمه يجرب يعني. تمام؟ طيب الترانسفورم سيركت هيبقى عندها بريودك بيهيفير ده اللي احنا لسه قايلينه عشان هي بتفاري مع تانشنت او كوتان فانكشن تان او كوتان. لكن الترانسفورميشن دي عندها شويه مشاكل قلنا منهم اثنين اللي قاله محمد كده ان اولا دي هتشيل كل حاجه وتحط مكانها حاجه ثانيه من غير ما تاخد في الاعتبار ان انا ما ينفعش اصنع حاجات فوق بعض. لازم يبقى في مساحه فيزيكال سيباريشن ما بين ده وده علشان اعرف اسنتسايز ده فابريكيتو على ده. تمام؟ من الناحيه الثانيه الشورت سيركت ستابس ساعات بيبقوا انكونفينينت في التكنولوجي اللي احنا بنستخدمها عشان موضوع البين. تمام؟ والحاجه الثالثه اللي هي ايه بقى؟ ايه الحاجه الثالثه؟ قلنا ايه؟ قلنا مفيش مسافه والسيرز والبريوس. تمام؟ البريوس مش عارف يتغلب عليه. اوكي؟ فاحنا عندنا موضوع المسافه وموضوع الايه؟ الشورت سيركت. تمام؟
بنقولش البريودك بيهيفير. هو ليه ده بريودك؟ لان كل الاطوال واحده. لو كان دي ترانزيشن لاين نمور والترانزيشن لاين نمور تاني في الوقت اللي ده البريفيسي بتاعه الحاجه ده البريفيسي بتاعه ايه؟ مختلفه. لما نيجي نركبهم كلهم مع بعض كده اوفر اول برفورمانس مش بريودك. كل واحد واخد بريودك لكن لما جمعناهم مع بعض ما بقوش بريودك خالص. تمام؟ وتاني يمكن يكون كلام الدايركشن ما ينفعش انا شغال على اوكتيفز اوف فريكونسي. تمام؟ ما احنا هنا احنا هنا بقى في طلب بالك قلت لها ريلايز اعمل كل حاجه جنب بعض هلزقها في بعض. تلزيقها في بعض دي اولا براكتيكال انا ما ينفعش اعمل حاجات جنب بعض قوي كده مش هعرف لازم اصنع حاجه يبقى في مسافات. فالمسافات دي لازم اخدها في الاعتبار على انها اطوال الاطوال اللي هتبوظ لو افترضنا حتى ان انا هعرف اعملهم جنب بعض في اي تكنولوجي لما بتكون في حاجتين جنب بعض اللي يحصل ما بينهم براكتيكال. انا مفترض ان ده لوحده يتبعته وده لوحده يتبعته. كل اللي ده جنب ده الفيلد اللي موجود في الحته دي هيتعامل معاه هيعمل ما بينهم ايه؟ ميوتشوال انفكشن. تمام؟ الكلام ده هيدينا ايه؟ هيدينا افكت ايه؟ المفروض اخد في اعتبار غالبا كده هو سيبر كوب. تمام؟ فانا كده قلت لك عايزين نوسع المسافات ما بينهم وعلى قد ما نقدر نخلص من الحاجات الشورت سيركت. والمشكله الثالثه اللي قلناها برضه ما تبقاش في حاجه سيريس بالنسبه للمايكرو سكيل. انا عايز كله يبقى إيه؟ شنط for which node?
هتثبت ان الانبوت امبيدنس هنا بتساوي الانبوت امبيدنس هنا عند اي لود بقى؟ ثبت اللود مثلا. وبعدين لازم تنزل اب عشان يبقى التحميل على الدايره من الناحيه دي زي التحميل على الدايره من الناحيه دي. ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ الزد برايم. اول الاي بي سي دي ما اشتغلت اي بي سي دي او زد يعني انت محتاج تثبت ان زد 1 هنا بتساوي زد 1 هنا وزد 1 2 بتساوي زد 1 2 وزد 1 بتساوي زد 1 باي ريسيبروسيتي زد 1 2 زد 1 بيساوي بعض. لو اثبتت ده بيساوي ده هيطلع ده بيساوي ده. اللي ناقص بس زد 1 1 وزد 2 دي مش سيمتريك ديفايس فلازم تشتغل على ده وعلى ده. اول الاي بي سي دي اي نوع برامج البارامترز التو كوردنت البارامترز هي الحاجه اللي بتدي لك البرفورمانس بتاع الدوائر اير ريسبكتيف عن اللود والسورس محطوطين الناحيه دي ولا الناحيه دي وقيمتهم ترى ليه لازم نعمل تقرير اصلا عشان نخلص من مشاكل بتاعت الريتش. هقول لك بس حاجه لو ما كنتش انا جمعتها في السلايد اللي فات هنعيد بقى واحنا بنتكلم على الاكومنتيشن بتاع حاجه ازاي الاستاذ هيذاكر. طيب دول تحويلتين تانيين يعني برضه نفس الكلام عمال يلعب كده مع الدوائر بس بيحول حاجه هنا من شنط وشورت برضه شنط وشورت مع الترتيب وبيجيب ترانسبورت. تحويلات انا اشتغلت قوي بتكلكع على المسائل اكتر منها بس ودي التحويلات بس هو عملها اكتر واحد بيتسلى على حاجه قال لك يا عم لكن هما اللي احنا بنستخدمهم هما اللي دي الاولاني تمام. كل الايدنتيز ممكن نثبتها باي تو بي الاي بي سي فرق. هو لازم يبقوا التو سيرشز موجودين مع بعض فين؟ مثلا واحد فرق الاسكال اوبن سيرفنج وراه اه يعني ده طبعا الاثنين دول مع بعض طبعا تمام. لازم الكلكوعه كلها على بعضها كده ده ورا ده بيعملوا الافكت بتاع ده ورا ده. لكن ما ينفعش تقول ان الاوبن سيرفنج شنط بيعمل نفس الافكت اللي بيعمله الشورت سيرفنج سيريز. لازم يبقى معاه الترانسفورمر الثاني اللي هو حته الترانزميشن لاين ليها نفس الطول بس والفاليو كاركترستيك فيز على حسب السكشن ده هي قبل الاستاب ولا بعد الاستاب تمام؟ هو ما هي بدل هو ما عملهمش يعني كده ترانسفورميشن حاجه زي كده بمعنى يعني الاستاب الشورت سيرك اللي هي بتاعت النهارده سيريس كده الاستاب تاني تمام الاستاب الشورت سيرك ماله؟ حطيناها سيريس كده لا تحويلات انا عايز دلوقتي اخلص من ده احوله لحاجه ايه؟ شنط واوبن سيرك. ايه اللي انا ناقصني هنا؟ عشان اعرف اعمل الخطوه دي يبقى في حته ترانزميشن لاين لان بالنسبه لو عايز استخدم البيانات ده احوله الى كده. انا عندي شورت سيرك ترانزميشن لاين سيريز وصل لسيريز عايز اخلص منه احوله لحاجه شنط عشان استخدم كلام كورونا لازم يبقى قبليه في حته ترانزميشن لاين ليها نفس طول والديفرنت كاركترستيك امبيدنس عندي ده ما عنديش فعايزين نشوف احنا هنستخدمها ازاي تمام. طيب انا اشتغل على اكزامبل على طول نتعلمها على اكزامبل. اكزامبل بيقول ايه؟ اكزامبل معمول في الكتاب ده بيقول لو احنا عندنا جلوبال سكيل بروتوتايب في اوردر باي قيم نجيبها على مثلا باينوميال ماكسيمال تاب اي حاجه هو بيقول استخدم يعني من غير ما اقول الاكسبريسيف دي لا فيتشر مع كلام كورونا علشان نعمل له امبلمنتيشن ايه؟ بمايكرو سكيب تكنولوجي. هنعمل ايه؟ ادي النمبر ديلمنت هنشتغل الاول بكلام مين؟ مين؟ فيتشر. هخلي كل هشيل كل النمبر ديلمنت احط مكانها ترانزميشن لاينز فوق لاند على 8. لاند على 8 عند كام؟ ده كان توبا سكيب البروتوتايب ده كان شغال واليونيتي كابلز. خلاص يبقى انا هخلي دول مبدئيا طولهم النهارده على 8 عن اوميجا سي كام؟ 1 تمام؟ وهخلي كاركترستيك امبيدنسز بتساوي دي من ايه؟ الالات بالسياق على طول. طبعا الزد بالنسبه لده للكباستور هتبقى 1 على واي ان بتساويها وبالتالي الزد هتبقى 1 على قيمه الايه؟ الكباستور. وقيمه الال سي دي جبناها منين؟ لفوق من الجداول لو كانت ايه؟ المساله هو بيقول هنا 3 دي بي عايز بقى اخلص انا عايز اشتغل مايكرو سكيب فعايز اخلص من السيريز شورت سيركت. الاستاذ ده علشان ينفع يتحول لازم يبقى قبليه ترانزيشن لاين سيكشن. هو كان قايل لي ان الدنيا دي قبل ما نعمل الامبيدنس كين كان عندي السورس عنده ايه؟ يونيتي امبيدنس واللود كان عنده يونيتي امبيدنس. لو انا حطيت ترانزيشن لاين سيكشن هنا طول ما انت على 8 وكاركترستيك الامبيدنس بتاعته زي بتاعت السورس
في فرق؟ في فرق؟ مفيش فرق زي النوت يا جماعه هنا. اوكي؟ زي النوت معاك. لو انا حاطط حته ترانزميشن لاين ماتش للسورس دي تفرق حاجه في البرفورمانس بتاع ده ليه؟ طب ليه السباق مش كويس ولا شايف نفس الامبيدنس ولا حاجه زي كده؟ لا هو مين اللي شايف نفس الامبيدنس؟ لو انا ضفت ده هل السورس شايف نفس الامبيدنس؟ ها؟ لا طبعا. شايف ترانسفورميشن له علاقه بمين؟ بالترانسميشن لاين اللي بتقول لاند على تمانية. لو انا حاطط امبيدنس ها؟ وبعدين حطيت حاجه طولها لاند على تمانية وصلتها للسورس، هل السورس شايف نفس الامبيدنس؟ لا، بس مين اللي شايف نفس السورس؟ ده بالظبط كده، ده لو بص كده شايف نفس السورس، لان الماتش الترانزميشن لاين مع الاستاذ ده بيديني نفس الثيرمال ايكويفمنت بتاع السورس، بس مش ده الحاجه المقنعه قوي، الحاجه المقنعه ايه؟ خدنا احنا الترم اللي فات، لو انا عندي ديفايس عندها سكاترنج بارامترز اس ماتريكس، تمام؟ وبعدين جه حد طول ايه؟ البورد. هل الاس ماتريكس بتتغير؟ لا بتتغير، بس باختلاف ايه بس؟ هل الامبليتيود بتتغير؟ الامبليتيود بتتغير بس الفيز بضرب كتير من الناحيات وكتير من الناحيات. وانا بتكلم على اكسيرشن لوس، يعني واحد ناقص ماجنتيود جاما تربيع، يعني واحد ناقص ماجنتيود اس ومان تربيع، ماجنتيود اس ومان تغير بالاضافه للترانزميشن لاين للبورد، جيفن ان هي عندها نفس البورد كاركترستيك امبيدنس اللي هي البورد امبيدنس بتاعت السورس وبتاعت الدوم، ما بيغيرش حاجه في الاسكاتريك بارامترز كماجنتيود، وبالتالي مش هيغير حاجه في ايه؟ في شكل الانسيرشن بس، لكن هيغير في الانسيرشن فيز. يعني ممكن فرق الفيز ما بين الباور اللي داخله والقلب يبقى مختلف، وتشيل مش فارقه معاك. لان انا بعمل ديزاين فور باي روميل او تشيريتشيف مثلا، تمام؟ وبالتالي ضغط الفيز مش فارق معايا في حاجه. ايوه يا عبد الرحمن. طب ليه تقول ده اربع علشان اعرف استخدم كلام كرودا. كرودا بيقول لازم ده وده يبقى لهم نفس الطول. كده انا هحط حته طولها رد على 8 هنا وحته طولها رد على 8 ايه؟ الناحيه دي. ترانزليشن لاين وراه ده استخدم انهي ايدنتيتي؟ انهي واحده؟ ترانزليشن لاين وراه ترانسفورميشن في باي دايركشن. ها؟ يعني من هنا لهنا او من هنا لهنا. فانا عندي ترانزميشن لاين بعد حاجه شورت سيركت اقدر احوله لمين؟ لشنط وراء ايه؟ ترانزميشن لاين سيكشن بنفس الاطوال مع تغيير الكاركترستيك الميل. فانا هقرر اقول اللي كان مناظر لزيت مين على قد تربيع مين؟ واحد على زيت سكوير زيت نور. اللي كان مناظر لزيت مين على قد تربيع في الايدنتي بتاعت كورونا المساله بتاعتنا هي دي؟ واحد اللي هي زيت نور كده؟ زي واحد كده صح؟ وبالتالي انا هاجي هنا ابتدي اقارن بقى، هقول انا عندي دي كانت زد نوت ودي كانت قيمه ال بتاع الاندكتور، تمام؟ هنجيب منهم المناظر في زد 1 وزد 2 ال بتوع الناحيه دي، ومنها نعرف نروح لمين؟ للتحويله العكسيه، تمام؟ فنروح للتحويله بتاع الكورونا يبقى هنعمل ايه؟ هنشيل ده مع ده نحط مكانه على شنط وراها حته ترانزميشن لاين كلها كام؟ لاند على تمام. طيب وده؟ اشتغل التحويله الثانيه اللي هي الاول فيها ده وبعد كده في الحته دي هنحول برضه حته ترانزميشن لاين وراها حاجه ايه؟ حاجه شنط اوبن سيركت. يبقى انا هترانسفورم الدايره من كده لايه؟ للدايره اللي فوق، تمام؟ فالدايره اللي فوق بقى فيها ايه بقى؟ بقى فيها ثلاثه شنط اوبن سيركت ستارتس ما بينهم لاند على 8 ما بينهم اطوال مش فرطانه، تمام؟ دي كده الدايره النورماليز، يعني الدايره واليونت سورس ولود امبيدنسز وبتعمل لوبا ستيتمنت عند الاوت فريكونسي كام؟ واحد. انا عايز اشتغل على حسب السبيكس اللي هو طالبها مني، السبيكس اللي هو طالبها بيقول اعمل لي الكلام ده عند الاوت فريكونسي 4 جيجا والامبيدنس كام؟ 50 اوم، يبقى نضرب كل الامبيدنسز كام؟ ب 50 انكلودنج كاركترستيك امبيدنس، بحسكيل كاركترستيك امبيدنس ب 50 اوم، فبدل ما كانت 1 بوينت كذا ومش عارف ايه هتبقى ايه؟ هتبقى الارقام اللي انتم شايفينها. من ضمن المزايا او العيوب اللي كانت عند ريتشر ان هو كان بياخد قيمه الكاركترستيك امبيدنس وقيمه ال او سي. ممكن تبقى القيم دي مش براكتيكال،
يعني مش سهل ان احنا ننفذها فيزيكال تمام؟ تبقى قليله قوي او تبقى ايه؟ كبيره قوي لما اضرب على سكيل 50 او وات التحويلات بتاعت الكورونا ساعات بتحل مشكله ان هي بتقسم ساعات على ان سكوير او تضرب في ايه؟ في ان سكوير ففي الغالب بعد ما بنعمل التحويله ونيجي نعمل سكيل بنلاقي القيم غالبا بينفع تتنفس تمام؟ يعني بيطلع ده مثلا 64 اوم ده مش عارف 200 وشويه 200 وشويه كتير شويه يعني في المايكرو سكريبت لما ابتدي اعدي ال 200 كده حط ابتدى يبقى ايه؟ رفيع قوي بس لو انا شغال بتكنولوجي يعني مثلا حاطط حاجه دي اس اي حاجات التكتشر سكيل ولا حاجه انا ممكن ابقى اشتغل لو حاسب انا شغال انا شغال بتكنولوجي تديني فيتشر سايز قليل ممكن اعمل حاجات ايه؟ اعمل حاجات رفيعه تمام؟ هي ديبينز على التكنولوجي لكن في العادي دايره كورونا او دايره متحوله بتحويلات كورونا كونفيرت انيشال سيكل بتاعت بتبقى الامبيدنس فيها ايه؟ احسن شويه من احنا نعملها في طيب ده كده بالنسبه للامبيدنس سكيل الفريكونسي سكيل انا بدل ما عايز الكات اوف فريكونسي 1 ريديان بير سكند عايزها ايه؟ 4 جيجا في 1 ريديان في 2 بار كده؟ فهنعمل ايه بدل ما الاطوال دي لاند على 8 عند 1 ريديان بير سكند هخليها كام؟ مفيش حاجه مفيش ايلمنت مفيش هنا ايه اللي هضربها في اوميجا نود ولا سي هكسبها على اوميجا نود اه بس مش لازم سي هكسبه على اوميجا نود 2 تمام؟ انا عندي حاجه انا كنت مختار طولها بيساوي لاند على 8 عند سيرت فريكونسي بدل ما هي كده هخليها لاند على 8 عند مين؟ الكات اوف دي بس هيطلع الارباط زي ما تطلع طيب الطول بتاعها بقى في المايكرو ستيب يبقى كام؟ نفتح الكيو سي اس حاجه اسمها لاين كات اللي عملناها السنه اللي فاتت اللي فات لاين كاتريتور ده ابتدي ادخل السبستريت البارامترز بتاعتها واقول له انا عايز حاجه طولها ايه؟ لاند على 8 حاجه طولها لاند على 8 يعني كام الفيز قد ايه؟ لسه ايه؟ بعد 4 هنفتح كده البيو سي اس تمام؟ او اي برنامج عايزين نشتغل دي واحنا في الكول نقول له احنا بنعمل لاين كالكوليشن احنا خلاص عرفنا انا عايز اعمل كاركترستيك كومبيتنس كام الطالب اللي هي كانت السبستريت فعلا بيشتغل فيها او اي قيمة حسب السبستريت اللي هنشتريها لو انا مثلا بقيت على كود زي ما قلت في المساله بتاعت البروجكت شغالين بقيت على كود اللي هي كوميرشال ممكن نشتريها هنا تمام هنحط البارامترز بتاعتها وبعدين اقول له انا عايز ترانزميشن لاين مايكرو سبليت مثلا دي 64.9 زي اللي موجوده في اول سيكشن تمام وعايزه يعمل لي فيز 45 اللي هو كام؟ المناظر اللي عندها على 8 تمام بقول له سنتسايز ده هيقول لي ده تعمله بحاجه الويت بتاعه 16 ميل وطوله 972 ميل ده احنا شغالين بالملي يعني الوحده اللي ايه؟ واحده على قد الملي مش شرط الملي مش شرط الملي تمام فانا ممكن استخدم ده على طول في اي كان طول ونطلع ايه؟ ونطلع الاطوال اللي احنا محتاجينها فهيطلع ايه؟ لو انا ببص على اللي اوت انا عايز مره تعملوه في اخر جزء البروجكت عايزين نطلع ده نطلعه بس نطلعه مرسوم ببرنامج ممكن نديه لحد يصنعها لك اللي هو الفورماتس المشهوره حاجه اسمها فيربر فايل او حاجه اسمها دي اكس اللي هو شبه الكاتب فعايزين نطلع حاجه زي المنظر ده كده تمام فحسب الاستيتمنت بتاع البروجكت اوكي هو عامل في ايه ايوه ما هو ده ارفع من ده شويه لا مش فاهم ايه اللي ثابت؟ ايه اللي ثابت؟ طول ده وطول ده وطول ده وطول ده وطول ده تمام؟ كلهم ايه؟ بيعطيهم فاريشنز قليله قوي لان المايكرو ستريب فيه حاجتين فيه كونسيستنس هم قايلين المفروض يكون كلهم على 8 لان لكن لما بقول انا عايز نفرق كاركترستيك الفيلز بتاثر شويه حاجه بسيطه تمام؟ اه فاحنا يبقى احنا عايزين هنا ده 50 اوم تمام؟ وبعد كده هنبتدي نطلع عشان ستارتس دول كلهم اوبن سيركت فبتدي مش هنعمل حاجه هنسيبها طايره كده في الاخر وما بينهم اللاند على 8 ترانسفورمرز تمام؟ ودول عندهم الكاركترستيك اللي فيها دي عشان دي حاجه احنا عندنا ايه؟ الويت بروفايل الحاجات دي 50 دي هتبقى عريضه دي اربع شويه 70 دي اربع اكتر بس الفروقات عشان دي 70 و60 و50 تفضل فروقات ايه؟ مش كبيره تمام؟ طيب الحاجه
دبليو وده تاني دي دبليو وده تاني رحسن ايه؟ هم دول اللي خلاص حسدتهم وطلعوا كده لا انت بتعمل حساب دقائق خالص بقى بتعمل سكيل احنا خلاص عملنا السكيل هنا وبعد كده حولنا من الدايره اللي هي ايديال لدايره هايبر سكيل انت هنا دي الدايره بعد ما عملنا التحليل بتاع الكروت دي الدايره بعد ما عملنا الفريكونسي والريبيت سكيل ودي الدايره الانتجريشن هايبر سكيل دي اسمها ايه بقى؟ دي بعد السكيل بعد كل حاجه اخر حاجه خالص بنعمل الريكومنديشن ايوه انت بتقول له انا عايز اعمل يبقى بيدي بيز 45 درجه عند فريكونسي كام؟ اللي هي بتبقى موجوده تحت كده في الركن تمام اللي هي فريكونسي تمام انا عايز الكلام ده يتحقق عند فريكونسي بعد فريكونسي بقى يمين ولا شمال ايه اللي هيحصل؟ الفاريشن بتاع التانجنت او التانجنت تمام وبالتالي لو احنا جينا بقى بعد كده لو زي ما هو عامل هنا مثلا في المساله اللي عاملها حلها الكتاب بيقارن ما بين مثلا بقى الدايرتين الدايره النمط اللي هي معموله من ال وسي والدايره اللي معموله من الترانزميشن لاين احنا عايزين نرسم بقى ثلاث دوائر عايزين نرسم النمط سيركت اللي هي نازله مريحه قوي تمام نمط سيركت نازله ايه؟ السلوك بتاعها رايح هي اللي كانت الفاريشن على الفريكونسي دي الدايره اللي معموله بالترانزميشن لاينز بتبان ازاي؟ مع تانجنت فانكشن والتانجنت فانكشن اسرع من الدي اي فانكشن فبتنزل ايه؟ قد الباس باند بتاع الباس باند لو كده واحده ايه؟ نازله بسرعه وعندها مشكله ان هي ايه؟ في الرياضه فانا عندي روبا سبيندر هنا وبعدين اللي كان في النيجاتيف فريكونسي اللي هو ملوش مش فيزيكال بس احنا متعودين عليه السيجنالز ظهرت ايه؟ صوته هنا تمام؟ واحنا بنعمل ايه؟ الكابيز اللي جايه بعد الدوار الفيكس فبقى عندنا روبا سبيندر بنزود زيرو لحد اربعه وبعدين عندي بقى سبيندر من اول كام؟ عند الفريكونسي اللي هنا اللي هي حطيتها كام هنا؟ 16 تمام؟ وهنا 12 وكام؟ و20 تمام؟ فانا عندي بريفيست ايه كل كل هذا بقى ضرب اربعات كده تمام اللوبا سنتر اللي هو كان معمول جرامب الان خلاص هو بيبقى عنده اتنيويشن بروجريسيف اللي هي 20 ام دي بي بير ديكيد وخلاص تمام هل ده حلو البريفيست دي حلو ولا لا الله اعلم حسب انا من الاصل ما كانش فيه سنتر جايه في البند ده وبالتالي ان هي موجوده ولا مش موجوده مش فارقه معايا ولا تمام اللي عايزين الحاجه الثالثه اللي عايزين نعملها ولا بنرسم النتائج يبقى انا هعمل بامب الالف اللي معموله بايديا ترانسميشن لاين اللي هي معموله بده وبعد كده نحسب كمان دي اللي معموله بالمايكرو ستيك واحنا واخدين في الاعتبار الايه؟ التيج والتيز والجنكشنز والكلام ده تمام؟ دي سؤال فانتوا فاهمين؟ طب بيكتبوا ازاي؟ او خمسه لو كان الديكتر كيف اقول نعمل ايه بقى؟ هنعمله. دي كده أول تحوية بعد كلام ريشن. عايزين نشتغل بكلام كورونا علشان الفلتر ما يبقاش فيه حاجات سيلز وشورت. أعمل إيه بقى؟ ها؟ أعمل إيه؟ أحط الأول حتة هنا. صح كده؟ أحط الحتة هنا برضه. وبعدين نبدل ده مع ده نبدل ده مع ده هيبقى كده وبعدين دي وبعدين كده وبعدين دي واحده بقت من النص ده وبعدين كده طلع يعني ايه في النص؟ ها؟ ايه؟ شفتوا جوه الدايره كده؟ ما ينفعش اكتب جوه الدايره لان هي معاكم من بدايات الدايره من ناحيه السورس او اللوز لا عايز تعمل ايه؟ ده بص واحد تاني هنا
لو انا كان عندي 5 ستيج او 5 فيف اوردر جروب سيت عملنا الحركه بتاعه الاستاذ كرودر حطينا سيكشن هنا وسيكشن هنا فده خلصنا ان دول سيريز وشورت حولوا بقى ايه اوبن وشامبر وبدلنا بقى الحته اللي هي 4 على 8 جت بعدين نفس الكلام الاحكام ده برضه نفس الكلام استريحنا منها ودول كانوا وريت ايه شامبر مين اللي عجبني الموضوع؟ تعمل ايه بقى؟ ما ينفعش احط السكشن ده في النص لان انا كده بغير السيركت مش بدخل حاجه في الكورس. اقول لك عشان احافظ على السكشن اللي مركز على تشينج انا ممكن اطور في الكورس وبعد كده بنعمل ترانسفورميشن جيب ان احنا لو حطينا حاجه في الكورس ما عملناش تغيير. كانت تشتغل بقى على الدائره الثانيه دي. لكن ما ينفعش من الاول اقول انا هحط حاجه في النص وبعد كده ما غيرتش الاستاتيك بارامترز كده بره تمام؟ نعمل ايه؟ Eventually, I think there was not going to be a
الحرب. لو انت شغاله من ناحيتين هتخلصي الاستبعاد ستيبس اسرع. لو شغاله من ناحيه السورس واليوم هتحتاج تحط بره هنا مثلا مرتين من ناحيتين ومره كمان من ناحيه السورس ومره كمان من ناحيه اليوم. لو شغاله من ناحيه واحده بس ممكن تحتاج تحط خمس سيكشن، تحط سيكشن وتبعتي لحد جوه. من وراه وتبعتي لحد جوه. وانت بتعملي الحكايه دي عماله تظبطي في نهايه الدايره والموازنه دي تجيب. لحد ما يبقى الموازنه دي تبقى خالص تحط سيكشن كمان يظبطها. فلازم تبقى واحده يعني. ماشي معا؟ فهمت الفكرة؟ جربوها على الأرقام. ماشي الأرقام إيه الأرقام؟ يعني سواء كان ال سي ال سي أو ال سي ال سي ال. وقتها مش هيفرق اللي هو الباشمهندس كان بيقوله اللي هو قاعدين بالشنط الأول ولا الـ سيريز ده. في الحقيقة احنا بنشتغل بس. فكانوا نعمل المحلول ده؟ ما عليه. عامة أول نوع الريزيشن اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بعدين اللي هو الستاركس والسيبريتنج يونت ايلمنتس ده من حيث المبدأ وعامة بالنسبة للكيس اللي احنا اتكلمنا فيها ده ينفع بس لو انا شغال جوه السيرفر. تمام؟ اوكي؟ وينفع كمان هايبرز بس شوية تعديل في الشغل. تمام؟ لكن الباند باس والباند ستوب مش هيبقوا ايه؟ مش هيبقوا مظبوطين لان ده شغال اساسا على انه بيشيل الال اللي يحط مكانها ستوب. مش يشيل ال ويسيب يحط مكانها ريزونيت. فبالنسبه للباند باس والباند ستوب دي تكنيكس ثانيه هنتكلم عليها غالبا في المحاضره اللي جايه. تمام؟ اخر تكنيك ناقص المحاضره دي حاجه اسمها الستب امبيدنس فيلترز. انا مش عايز اشتغل ستابس خالص. انا عايز الدايره وهي كده ما يبقاش طالع منها حاجات. تمام؟ عايز اعمل كده شويه حركات كده تخليني تعمل لي فلترنج برفورمانس اللي انا عايزه. ففي اقتراح تاني الناس عملوه الحمد لله يعني اقتراحه وما عندوش نرجسيه يعني. نسميه اسمه سموه ايه؟ اسمه كده ستيب امبيدنس فيلتر. تمام؟ الفكره بتاعت ده مبنيه على الكونسيبت بتاع التو بورت نتوركس اللي هو بيقول اي ترانزميشن لاين في الدنيا اي ترانزميشن لاين سيكشن دي بس الكومبوننت صح؟ ولا مش صح؟ واي بس الكومبوننت اللي هي معموله من الالمنتس اللي هي زي الار والفاليو والسي فحاجتين الترانزميشن لاين ده زيهم مش كده زي الار والفاليو والسي ليها دايره مكافئه خدتوها انتوا في سنه ثانيه تي لابل صح؟ ولا ايه؟ ده كان مين؟ زد 1 2 اللي هي اسمها زد 1 اللي دايره ريسيبروكال وده كان زد 1 1 ناقص زد 1 2 صح؟ وده كان زد 22 ناقص زد 1 اللي هي زي زد 4 تمام؟ كويس فلو انا جبت الزد بارامتر بتاع الترانزميشن لاين سيكشن ممكن نعمل لعبه كده ونحاول نخلي الترانزميشن لاين نفسه بطريقه معينه هو اللي يتحول لايه؟ لل اللوب سنتر اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي تمام؟ فانا عايز اعرف انا ممكن اشيل دي واحط مكانها ايه؟ بس بقى التوصيلات ان كاسكيد ما تبقاش في حاجه طالعه لايه؟ ايه شنط؟ عايز احط شويه ترانزميشن لاينز بطريقه معينه تعمل لي اللي احنا عايزينه ال سي وال سي وال سي تمام؟ فالناس قالوا طيب خلاص هنعمل حاجه كويسه جدا قالوا انا محتاج يا اما سيريز ال يا اما شنط سي ده فور روبا سكيد وبرضه الطريقه اللي تنفع روبا سكيد بس تمام؟ يا سيريز ال يا شنط سي قالوا طيب هل الزد بارامترز بتاع الترانزميشن لاين ممكن نثبت ان هي مكافاه لحاجه زي كده؟ تمام؟ وايه الشروط اللي تخليها تبقى بتساوي حاجه زي كده؟ فالناس عملت اكسرسايز عميق قوي جابوا الترانزميشن لاين طرق ال كاركترستيك امبيدنس زد نون وطلعوا الاي بي سي الزد بارامترز بتاعها الزد مش الاي بي سي دي ولا اس اشتغلوا على الزد المره دي. ممكن نثبت ببساطه ان الزد بارامترز بتاعته هي ناقص جي كوتان ناقص جي كوسيك ناقص جي كوتان كوسيك برضه وناقص جي كوتان برضه في الناحيه الثانيه. طبعا في الدليل اللي زي بعض يعني الزد والمانا هي نفسها زد طول ان ده ايه؟ ريسيبروكال وسيماتيك. سيماتيك يعني زد والمانا تساوي زد طول ريسيبروكال في الدليل اللي تساوي. طبعا اي واحده من دول سهل تجيبوها يعني. يعني زد 1 1 اوبن سيركت ترانزيشن لاين تو ال اوبن سيركت يبقى الامبيدنس كام؟ زد 1 1 ناقص جي زد 2 تو ده اللي هي الامبيدنس بتاع الترانزيشن لاين هاي اوبن وتو ال. وزد 1 2 هنقعد نلعب بقى على البالانس والفولتج
الترانسفورميشن اللي هي بتاعت البي او زد واي او زد نسبه العلاقه مع الجيزي بوت كوسات. تمام؟ كويس كده. الدايره دي هنعمل دايره كده عندها ريدكتور عنده سام ريأكتنس اكس على تي وده اكس على 2 والكباستور ده عنده سنتنس ايه؟ بي. طيب الدايره دي عشان تبقى مكافئه للترانسميشن لاين ده لازم جي اكس على 2 جي اكس على 2 اللي هي دي زيرو 1 ماينس زيرو 2 وزيرو 1 بتاعت الاستاذ ده ناقص جي زد 2 وده ناقص كام؟ ناقص كمان كوسين مش كده؟ كوسين الطول يعني. اوكي؟ ماشي كده؟ الكوتان ناقص الكوسين زي الكوسين هو ناقص بقى هنا على ايه؟ يبقى جي زد نون وبعدين عندنا ايه بقى؟ كوسين ده ايه؟ واحد على ساين الطول وهنا واحد ناقص ها؟ كوسين صح؟ كوسين الطول. هي فين ده عشان ما تحطش؟ كده تمام؟ طيب دي 2 ساين نص كوساين النص كده؟ صح ولا ايه؟ ودي 2 كوساين تربيع النص ناقص 1 صح؟ فيطلع ايه؟ ناقص جي ها؟ ها؟ ولا نعمل واحد ناقص 2 ساين؟ كده في واحد ناقص 30 كده ايه؟ تمام؟ فالواحد مع الواحد خطير والناقص مع الناقص دي هتبقى ايه؟ زي ما هي زي تبقى جي زد نون وبعدين وفي اثنين هذا تحت خطير مع الاثنين اللي هنا ساين مع ساين يفضل ايه؟ واحد على ساين ساين على ساين اللي هي الثانية صح كده؟ انا عايز ده يساوي مين؟ جي اكس على 2 علشان ايه؟ علشان الترانسميشن لاين يبقى مكافئ لمين؟ لده. طيب وكمان لازم نظبط ايه؟ الحته بتاع جي بي جي بي دي اللي هي هتبقى بواحد على زد واحد على 2 زد 1 2 اللي هي جي واي مود ايه؟ ساين بيتا ال اللي هي مقلوب الكوسات. تمام؟ كويس جدا. فالناس بصت في الكلام ده قالوا ممكن نعمل لعبه حلوه. ايه اللعبه الحلوه دي؟ لو انا عندي لو كاركترستيك امبيدنس صغيره قوي يبقى معناها ان الاكس هتبقى صغيره قوي الدايره المناظره هيبقى فيها الاكس ايه؟ صغيره قوي لو الاكس صغيره قوي هيبقى فيها الحته دي ايه؟ شغل يبقى انا عندي لو كاركترستيك امبيدنس ترانزميشن لاين سيشن طولها ال تمام؟ مكافأة تقريبا الحته دي شغل وعندنا بس ايه؟ شنط ايه؟ كبس. طيب لو كانت الكاركترستيك امبيدنس عاليه مش هقدر اعمل الاكس بس لو كاركترستيك امبيدنس عاليه معناها ان الواي بايه؟ كميه قليله كميه قليله معناها ان السسبتنس قليله معناها ان الحته دي هتبقى فوق نقول تاني نقول تاني خلصت الكلام وبعدين نرجع بالراجل انا عايز اثبت ان لو انا عندي حته ترانزميشن لاين انا ممكن يطلع منها سيريز ال يطلع منها شنط ايه؟ سي فاحنا ممكن نثبت نبتدي الاثبات بالعكس تعالوا نفرض من الاول ان الزد نوت دي رقم كبير جدا لو اثبتنا ان زد لو اخترنا ان زد نوت رقم كبير واحنا بنبص في الزد بارامترز بتاعت اللي هناك ده ممكن نبين ان الزد بارامترز دي ممكن تبقى مكافاه ليه؟ لده بس تمام؟ او مكافاه لده بس بس الكلام ده جبت حاجه ثانيه ان لازم يكون بيتا ال ايه؟ رقم صغير لو بيتا ال صغيره معناها ان مين الصغير الكوسات ولا الكوتان؟ مين الصغير؟ كوسات ولا كوتان؟ ولا كوسات ولا كوتان؟ صغير لان الحته اللي هتبقى شنطه هتبقى صعبه في الاثنين يعني مش هينفع اشتغلها في الاتجاه العكسي لازم نشتغلها في الطريقه اللي هم عاملوها بيها تمام؟ يبقى احنا عايزين كل اللي عايزين نثبته الكلام ده ان لو عندي ترانزميشن لاين هو ان جنرال مكافئ الدايره دي اندر سيرتن كونديشنز ممكن نطير دي واندر كونديشنز ثانيه ممكن نطير ايه؟ دول فالخطوات مش كالتالي
قالوا هنطلع الزد بارامترز بتاع الترانزميشن لاين لو اربيتري هيد واربيتري زد نو وهنحاول نجيب قيمه الاكس والبي اللي في الدايره دي بحيث ان هي كابيتال. عملوا الكلام ده عن طريق ان هم ساووا الزد بارامترز بتاع دي الزد بارامترز بتاع دي وطلعوا ان جي اكس على 2 اللي هي هتبقى الفرق ما بين زد 1 1 وزد 1 2 خلي بالك من فوق لازم تكون بتساوي ايه؟ كده. وده جي بي لازم تكون بتساوي مقلوب الميوتشوال بي تمام؟ فطلعت كده. قالوا خلاص لو انا عايز الارك ده يبقى مكافئ بدي في الحالتين تعالوا نفترض ان ده ان الدوبه ده رقم ايه؟ صغير تمام؟ فلو الدوبه ده رقم صغير هيبقى تعمل حاجه بايه؟ بالحاجه نفسها وصين الحاجه بايه؟ بالحاجه نفسها. هنا دي هتبقى بيتا ان على 2 وهنا في عندي اساسا اكس على 2 فال 2 تطير مع الايه؟ مع ال 2. يبقى لو كان الطول قصير الجنرال هيبقى جي اكس بتساوي جي زد نوت بيتا ان وجي بي بتساوي جي واي نوت في ايه؟ في بيتا ان تمام؟ ناقص بقى ان انا عايز اخلي واحد واشيل واحد. الحمد لله دي عندها زد نوت ودي عندها ايه؟ واي نوت. كل ما تكبر زد نوت كل ما واي نوت تصغر. يبقى انا كبرت زد نوت ممكن نهمل الشنط قلت ولو انا كبرت واي نوت ممكن اعمل ايه؟ السيريز قلت. يبقى لو انا عندي ترانزميشن لاين قصير شورت سيركت سكشن يعني طول الكتريكالي شورت. ها؟ الكتريكالي بالزاويه اللي بيعملها ايه؟ البلين بيعملها قليل. ولكن قد ايه يعني عشان نقدر نقول ان التان هي مساله حاجه لازم تكون بيتا ان اقل من كام؟ من 4 ل 4 عشان يعني الاجابه مش كبيره قوي تمام؟ في الحالتين الطول قليل. لو كان هو هاي كاركترستيك امبيدنس هيبقى مكافئ بسيريز ايه؟ اندكتنس. لو كان لو كاركترستيك امبيدنس هيبقى مكافئ ايه؟ بشنط كاباسيتنس تمام؟ نعم؟ مش هعمله طول قليل مش هصغر في اللمبه بتاعتي. لا انت هتخليه قصير بالنسبه للويب لاينز. تمام؟ يعني عشان تبقى بيتا ان اقل من 4 على 4 معناها ان الطول لازم يبقى اقل من 3 على 8. فلو كان الاطوال 3 على 8 الكلام ده ينفع. لو انا الاطوال اكبر من كده وانا هتلاقي الاطوال طول انا بعمل ديزاين. فانا عشان اشتغل بالطريقه دي لازم تبقى كل الاطوال الترانزميشن لاينز اقل من 3 على 8. واغير بس الايه؟ واغير في الامبيدنس يا عاليه يا واطيه. عاليه تجيب لي اندكتور واطيه تجيب لي كاباستور. ممكن نفهم الكلام ده فيزيكلي برضه شويه. لو انا عندي فاريبل بيت اسهل حاجه تمام؟ الفاريبل بيت ترانزميشن لاين. شايف احنا متربطين لاي ترانزميشن لاين في الدنيا؟ ها؟ لو انا حد بالفانشال قالت بتبقى مكافاه ليه؟ لو بصص ال وسي تمام؟ مفيش ما يمنع اني اخليها ال وال وسي في نفس الدايره، انا ممكن اخليها نص ال هنا ونص ال هنا والسي كلها هنا مش هتفرق تمام؟ فنقول ان الالمنت دي هي دي. الكلام ده جه من الالمنت طولها قد ايه؟ صغير قوي يبقى نسبه تمام؟ وكل ما صغر كل ما الابروكسيميشن تبقى احسن تمام؟ كويس. ال والسي دول بقى الال على 2 الال على 2 والسي دول بيعتمدوا على ايه؟ قيمه الال والسي بتعتمد على ايه؟ على ايه؟ لا بس دي النقطه اللي بيعتمد على ايه؟ بتعتمد على الجيومتري بتاع الاستراكشر الكوارسيال تيبل مش عارف ميو على 2 باي لان دي على ايه؟ كاباستنس 2 باي اكشن على لان دي على ايه؟ لو بتكلم على باي الاثنين هتلاقوا الال بتساوي ميو ايه؟ دي على دبليو مان مش كده؟ والسي بتساوي اكسون دبليو على دي. دايما هتلاقوا العلاقات الهندسيه ما بين ال والسي عكس بعض، مين اللي شبه الزد نوت؟ ال ولا السي؟ اللي شبه الزد نوت ال، لان زد نوت كسر ال على سي، فدي الفاريشن شبه الفاريشن بتاع زد نوت بس الترجيع بتاعه تمام؟ وبالتالي لو انا عايز اجيب ترانزميشن لاين الاندكتنس بتاعته عاليه يبقى انا اكني بريكواير ان هو يبقى عنده هاي كاركترستيك امبيدنس واكشن دي اللي جابت دي مش العكس تمام؟ يعني الاندكتور بيهيفير الهاي اندكتور بيهيفير هو اللي جاب هاي كاركترستيك امبيدنس. طيب هو انا لو عايز الاستاذ ده يديني يبقى
الباقي المكافاه بتاعته تبقى دي فيها تقدير مبالغ. يبقى انا عايز اعصر الاندكتنس مش كده واسبريس الكباسيتي، بس من الاصل عشان باقي المكافاه دي تبقى بارد لازم اكون واخد حته ايه قصيره. عشان كده هو دايما بيريكوايرد ان الدنيا هي بتبقى قليله، يعني الكولي بقى اقل من المنطقه، الكولي بقى اقل كل ما يبقى الاكويبمنتس ده بيدفعوا اكتر. انا بالنسبه للبارل بيت انا عشان اعمل بارل بيت هاي انفكتيف كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اقلل الايه؟ اقلل الويت او ازود الدقيق، ولو عملت كده حاطط النتيجه ايه؟ اتظبطت عكس. وبالتالي يا اما هجيب حاجه الام بتاعتها هي الدومينانت، يا اما هجيب الحاجه السي بتاعتها هي الدومينانت. لو انا سويتهم قيم عاليه هيبقى ما اقدرش اعمل ده ولا كده، يبقى كله بديل في الاعتبار. والتاني ده لو هم عملوها دي بس بيقولوا ايه؟ بيقولوا اعمل ديزاين للترانزميشن لاين لو هم اي زي اي زي ترانزميشن لاين، ولا ترانزميشن لاين الاندكتيف بروبرتي بتاعته اقوى بكتير من الكباسيتي بروبرتي. لو هو لو زي لو امبيدنس يبقى الكباسيتي بروبرتي بتاعته هي اللي ظاهره. بس كل الكلام ده عشان يبقى بلد واقدر اقول ان هو كاتب اللمب الاليمنت لازم يكون هو في الفراغ ايه؟ حته صغيره. مفهوم الفكرة؟ كويس. فهم قالوا بس حكاية حلوة جدا هنعمل بيها لوبس فلتر بإن أنا أوبتيرنيت هاي امبيدنس فور امبيدنس هاي امبيدنس فور امبيدنس. ندور بس على الديزاين إيكويشن. الديزاين إيكويشن إيه؟ أنا عايز أنا جبت ده البروتوتايب جبته من الجداول، عايز أشيل السي وأحط مكانها كانت ترانزميشن لاين، أحطها لو امبيدنس وهاي امبيدنس لو امبيدنس. هنختارها كده نشوف. والإندكتور هاي امبيدنس يبقى زد لو زد هاي زد لو زد هاي زد لو زد هاي. تمام؟ طبعا ما حدش قال ان زد ال دي هي نفسها زد ال دي. تمام؟ زد ال 1 زد هاي 1 زد ال 2 زد هاي 2 الى اخره. نختارهم كام بقى؟ زد ال نرجع بقى للسلايد اللي فاتت. السلايد اللي فاتت بتقول ان اكس اللي انا عايزها بتاعت مين؟ ده بتساوي مين؟ زد نون اللي هنسميها كمان دقيقه زد هاي. لان هنحتفظ بزيت نون على انها بتاعت مين؟ فدي السيستم هو اللي عنده زيت نون. هسمي دي زيت ايه؟ زيت هاي. ممكن تعملوا على الشطوعه دي كده عشان ما تحطوش على السلايد اللي بعديها، بس من الشوط مش تمسحوها يعني، بس عشان تفتكروا. ها دي احنا هنلبسها حاجه اسمها زيت ها وبيتا ال ده الطول الالكتريكال لينك. تمام؟ انا عايز ده يساوي اكس. اكس بتساوي ايه؟ اوميجا. وانا هختار ان التكافؤ ده يحصل عن العادي بتاعنا اوميجا سي. واوميجا سي بتاعت النورمالايز بروتوتايب هتبقى واحد. يبقى الام دي عشان احط مكانها ان، وان دي اللي هي بتتجاب من الجداول اسمها جي. يبقى الجي في الجدول لو انا هختار ان هي تبقى بتاعت الدكتور هقول ان انا عايزها تساوي زد هاي في بيتا ال. وبعد كده نعمل امبيدنس سكيلينج يبقى نضرب الام في زد نون. وبعد كده نعمل فريكونسي سكيلينج بدل ما الطول ده كان بيعمل لي فيز معين اقل من باي على 4 عن اوميجا سي واحد، هيعمل نفس الفيز بس عنده اوميجا سي اللي انا عايزها. تمام؟ يبقى الديزاين كويس ده الديزاين ايكويشنز العريضه دي. هنقول يبقى انا عايز اختار طوله يساوي جي في زد نون على زد هاي اللي هو ايه؟ اندكتور. يبقى طول الترانزميشن لاين اللي عنده هاي كاركترستيك امبيدنس اللي هيشتغل مكان الاندكتور قيمته بين الطول هتبقى ايه؟ جي بتاعت الاندكتور اللي جايبينها من الجدول في زد نون دي عمليه الايه؟ الامبيدنس كي مقسومه على زد هاي. جت منين القسمه دي؟ زد هاي ابنها ايه؟ بيبقى بيتا ال بقل على زد هاي ال اللي هي جي. تمام؟ وبعد كده نضرب بزيت نوت عشان نسكيل. تمام؟ طيب لو كباستور دي هتبقى اوميجا سي سي اوميجا سي بواحد يبقى ده سي، ودي بدل ما هي واي نوت هنخليها واي لو واحد على زيت لو مش كده؟ نودي الزيت لو الناحيه اللي هناك. وبعد كده لما نسكيل بنعمل ايه في الكباستور؟ بنقسمه على زيت لو. يبقى هيبقى الديزاين ايكويشن بالنسبه للترانزميشن لاين القصير اللو امبيدنس اللي بيشتغل كباستور ايه؟ بيتا ال بتاعته تبقى جي بتاعت الكباستور اللي جايبينها من الجدول في زد لو على زد لو. تمام؟ في العادي في الديزاين الناس بتعمل ايه بقى؟ بيقول هو ايه اكبر امبيدنس ممكن
التكنولوجي بتاعي. تمام؟ انا شغال مثلا فيكس بروسيس ده كوبوينت مش كده؟ طب التكنولوجي بتاعي كده زي ده تاخد اي حاجه 200 مثلا الزيت هاي تبقى كام؟ ده مش ديزاين بارامتر ده تكنولوجي ايه؟ بارامتر التكنولوجي دي اعلى حاجه كام نستخدمها؟ 200 وتديني اقل حاجه كام؟ اي حاجه 15 مثلا ده الطبيعي لان لو قلت عن 15 المايكروسكوب هيبطش قوي وهيرديك هيشتغل قدامنا مش هيشتغل ترانزيشن معاك تمام؟ يبقى هنشتغل باقل حاجه تكنولوجي تديها لنا هنا واعلى حاجه تكنولوجي تديها لنا هنا ولازم طبعا زي النوت هتبقى صفر ما بين الاثنين صح؟ ده كاركترستيك الديزاين بتاع السيستم ده هتبقى في العادي ولا هتبقى في النص تمام؟ ونطلع التاير من النورمالايز بروتوتايب نحطها هنا نجيب الايه؟ الاقوال نجيب الاقوال كالكتريكال لينك طب هتصنع مايكروسكريبت ازاي؟ نفتح اللاين كاب نقول له انا عايز مايكروسكريبت لاين عنده الكاركترستيك امبيدنس دي وبيعمل لي الكتريكال لينك ده برنتد على السبستريت كذا 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 فتطلعه لي فيطلع لنا ايه؟ المنظر تمام؟ يبقى ده النورمالايز بروتوتايب ده الايديال ترانزميشن لاين سيركت اللي البارامترز بتاعتها هتتجاب للديزاين ايكويشنز دي كالكتريكال لينكس وكا ايه؟ كاركترستيك امبيدنس دي هتحطها مره ديهم كلهم اي حد هاي يبقى دي اي حد لو يبقى دي ده اختيار ممكن نعمل العكس على فكره يعني ممكن نخلي هم دول اللي ثابتين ونغير في مين؟ في الزد هاي وفي الزد لو كده او كده يعني كونشنال ديزاين ايكوال ايه؟ هاي لو ديزاين تمام؟ الديزاين اللي موجود عندهم في الكابتوز ار بيثبت الهاي لو وبيغير في الايه؟ في الاطوال بس لازم يكون الطول محقق انه اقل من فعلا صح تمام؟ يعني الطول هو اقل من 4 لو خدت مثلا المثال ده بيقول ديزاين استيب امبيدنس لوبا سبيندر هابي ماكسيم ريتيرن ريسبونس اند كات اوف فريكونسي 2.5 جيجا بيقول اتس نيسيسري تو هاف مور ذان 20 بس من الانسرشن باص عند 4 جيجا وبيبقى الامبيدنس 50 وهي اكتر حاجه لها انك تصلحها 120 اوم واقل حاجه 20 اوم تمام؟ وعايزنا نشتغل بالستيب امبيدنس كونسبت او امبيدنس تكنيك ونديها بعد كده اللي هي السبستريت عشان يعني لما نعمل مايكرو سبريت نحط بقى ايه حاجات الاكشوال البصص كام مش عارف زي ما هنعمل في الكوره تمام هنعمل ايه خطوات مش هنعملها يعني اتوقع كده ليه هو عايز الريسبونس ده فلما نيجي نطلع على الجداول هنلاقي ان الاستاذ ده الاوردر بتاعه كام؟ صفر نجيب الجهاز ونعمل جدول ها هشتغل اول ال سي ال يبقى هنعمل اول حاجه مين؟ هنشتغل بزي الاول وبعدين دي وبعدين دي وبعدين دي لحد ما نخلص الايه؟ الست الات اللي جايين من الجبل وبعد كده نستخدم المعدات دي علشان نطلع الايه؟ الاقوال وبعدين نحط الايه؟ الجواب بتاع المايكروسكوب. ده حاجه رياضي؟ لو انا شغال رياضي مش رياضي ان ده مش كومنشن التاني ان الاقوال مش ايه؟ مش واحد او التاني كل واحد فيه واحد في رياضي بس الاقوال عشان بايظه لما ركبناها مع بعض الدنيا ما بقتش ايه؟ ما بقتش تجاوب. فلما نيجي نبص على الريسبونس هو راسم في الكتاب الثلاث كيرفات. النمط الالم اللي هو الداش بس الداش طويله شويه نمط داش والايديال سيركت اللي هي السوليد تمام؟ وبعد كده المايكرو سبريت اللي واخد في اعتباره فيها بصص وحاجات زي كده اللي هي الداش اللي هي الايه؟ قصيره تمام؟ مطالع الريسبونس ايه زي ما انتم شايفين كده. اوكي؟ ماشي يا جماعه؟ طبعا انا هنا مش شغال في الحته اللي بتنام فيها سريعه. وانا شغال في الحته اللي بتنام فيها سريعه ولا الحته اللي بتيجي فيها اسرع؟ بتيجي اسرع لو تفتكروا اول رسمه خالص حطيناها في المحاضره كانت الحته اللي قبل التقاطع اللي قبل اوميجا سي الخط فيها اكبر وبعد كده هي بتسبق والخط جدا ماشي بالاسلوب بتاعه. في الديزاين بتاع ريتشارد وكورودا كنا بنبقى شغالين لحد هنا في الكاتوف وبعد كده ده اللي بعد الكاتوف وبعد الكاتوف ده الاصعب. التاني اللي هو الديزاين بتاع الاسلوب البيلز انا اوريدي شغال في الحته اللي هنا دي اللي هي اقل من الركن تمام اقل من 4 على 4 يعني اقل من الحته دي تمام وبالتالي الاصعب هو مين؟ الستريت لاين تمام
تمام؟ عشان كده بيطلع الريسبونس بتاع الايه؟ اللايت اسرع. تمام؟ الفاريشن بتاع اللايت ايه؟ بيطلع اسرع. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ طيب، الحمد لله في اخر محاضره. الحد الجاي الدكتور نافع